اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. انا بشكركم جدا على كل الكلام اللي حضراتكم كاتبينه، ولكن ده دورنا هنا ان احنا نعرض الحقيقه لحضراتكم. بعد المباراه مباشره عملنا فيديو حاطينه لحضراتكم على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الفيسبوك، يبين لماذا تم احتساب دقيقتين وقت بدل من البدل الضائع كمان في هذه المباراه. ولكن انا بشكركم جدا، ده دورنا ان احنا نوضح دائما الحقائق. دكتور احمد اهلا بيك والف مبروك. مبروك يا كابتن. عايزين بقى ايه بسرعه عشان تلحق تروح، انت لسه اخر الدنيا. بالنسبه طبعا اول حاجه يمكن انا معايا ايه ازاي يعني البعض على الصفحات كتير بيتكلم هو الحكم ليه حسب 7 دقايق وقت بدل ضايع. تعال نحسبهم مع بعض ونشوف هم كام دقيقه بالظبط. تمام ماشي. اول حاجه اللي في الشوط الثاني، تمام، من الدقيقه 55 للدقيقه 56 وقوع حارس مرمى سموح ابو جبل، دي كده دقيقه. تاني حاجه من الدقيقه 57 حتى الدقيقه 58 والثانيه 22 وقوع ايمن اشرف للاصابه. رقم 3 من الدقيقه 66 حتى الدقيقه 67 و39 ثانيه وقوع محمود معاذ لاعب سموحه للاصابه. رقم 4 من الدقيقه 74 و30 ثانيه حتى الدقيقه 75 وقوع ابراهيم عبد القوي لاعب سموحه. رقم 5 من الدقيقه 83 لغايه الدقيقه 85 وقوع امومه لاعب سموحه. رقم 6 من الدقيقه 86 والثانيه 30 حتى الدقيقه 88 والثانيه 18 وقوع حارس مرمى سموحه محمد ابو جبل. طب كام لما نحسبهم على بعض؟ هنلاقي ان المحصله النهائيه 466 ثانيه، يعني 8 دقايق ونص بدون احتساب الدقيقتين كمان اللي هم الست تغييرات. مفروض القانون بيقول ان الايه التغيير بنص دقيقه ماشي. بس ست تغييرات 3 دقايق، يبقى المحصله النهائيه كام؟ 11 دقيقه ونص بعد احتساب الست تغييرات. ده كمان غير الكره بتاعت احمد صبحي اللي في الاخر، ولا انت لا ده الوقت الضايع في الشوط الثاني بس. الكره اللي انا جبتها دي بس في الدقيقه اللي هي 90 59. علشان اوري بس الناس قد ايه ليه الحكم زود. ليه الحكم زود؟ ليه الحكم زود؟ هو زود الدقيقتين دول خلاص على اعتبار ان السبع دقايق. انا بتكلم تحديدا على ليه الحكم حسب 7 دقايق على جملة اصل الاهلي بيكسب بالتحكيم، اصل الحكم ساعدهم. لا الاهلي بيكسب بالتحكيم ولا الحكم ساعدهم. دكتور احمد معلش، طبعا لازم يعني اي حد هيطلع يقول هذا الكلام من حقه ان هو يطلع يقول هذا الكلام، لانه الوقت ده تحديدا لما تجيب جول في الدقيقه 98 بيبقى وقت قاتل، بيبقى وقت قاتل ووقت صعب جدا. والله انا ما بتريق، والله يعني ياما شفنا وياما عملنا وياما جبنا اهداف في فرق، وكنت يعني من الناس اللي موجوده في الملعب، اتشرف ان انا كنت موجود في الملعب في ذلك الوقت انا وجيل كبير جدا من اللاعبين الكبار. فعشان كده بقول لك الوقت ده بيبقى صعب جدا جدا. فهو كان المفروض بس الناس تصبر شويه تشوف اللي احنا عاملينه على اليوتيوب والكلام اللي حضرتك بتقوله. ان بالمناسبه حضرتك اتكلمت على مارتن لاسارتي امبارح وهو بيتكلم او النهارده في المؤتمر الصحفي، اتكلم عن الاحصائيه الخاصه ب 195 فرصه واحنا احرزنا 30، وهو بيقول ان هو عايز يزود او يجب التركيز خلال الفتره القادمه على زياده معدل احراز الاهداف خلال الفتره القادمه. وده نجاح لملعب الاهلي ونجاح لقناه الاهلي، لان احنا دايما ما بنقولش لحضراتكم غير الحقيقه. واحسن يعني الحمد لله والشكر لله انا معايا كرو محترم جدا او طاقم محترم جدا سواء في الاعداد او في الاخراج، بيجيبوا لنا اللي احنا عايزينه. عملنا كل اللي احنا عملناه ده في دقيقه واحده يا جماعه، عشان تعرفوا بس حضراتكم ان كل الكلام اللي بيتقال ما هو الا كلام في الهواء. فده يعني ده تحديدا كمان احنا حسبنا الوقت الضايع في الشوط الثاني بس طلع 11 دقيقه. طب ليه الحكم حسب 7 دقائق؟ يعني المفروض اصلا كمان 11 دقيقه في الوقت بدل الضايع، وحضرتك حسبت في الوقت بدل الضايع. ليه هم زودوا بدل الضايع بس اللي هو بدل الضايع وقوع محمد ابو جبل اللي هي الدقيقه لاحمد صبحي دقيقه 41 ثانيه، دول الوقت بدل الضايع كمان، عشان كده هو ليه زود 8 دقايق. فاحنا حسبنا ليه حسب الوقت بدل الضايع 7 دقايق كانوا المفروض اصلا يكونوا 11، وليه هو زود في الوقت بدل الضايع عشان وقوع اللاعب احمد صبحي اللي ضيع دقيقه و41 ثانيه. ده تحديدا عشان بس الكلام اللي هيتقال على السوشيال ميديا طبعا. لا خلاص احنا النهارده يعني الحمد لله قدرنا نجيب الحاجات دي بدري جدا وحطينا الفيديو علشان الناس تاخده. اي حد هيتكلم عموما احنا ما بيهمناش، احنا بيهمنا ان احنا جمهور النادي الاهلي يبقى عارف لماذا تم احتساب دقيقتين زياده طبعا. لكن اي كلام تاني بيتقال ده الهدف كمان فيه. النادي الاهلي بقى اكتر نادي بيسجل في الدقيقه بلس 90، ده الهدف الثامن. رقم 2 نادي بيراميدز 7، فالنادي الاهلي انفرد بالرقم ده. النادي الاهلي في اخر ربع ساعه مسجل 15 هدف في الموسم ده، فده دليل الحمد لله دايما بيبقى موجود روح الفرنه الحمراء، التغييرات بتاعه الراجل. النهارده لاسارتي يا جماعه بصراحه صحيح اتاخر شويه في تغيير جيرالدو، ولكن هو الامانه يستحق ان هو يكون واحد من نجوم المباراه. مظبوط، برافو عليك. احنا بدانا المباراه ب 4-2-3-1، انا احب مدرب الاهلي يكون مغامر
نعم. احبه ياخد الريسك. لما انتقدته في مباراه سان داونز كان المفروض يبقى ياخد الريسك. النهارده الراجل ياخد حقه لما بيطلع ارتكاز وينزل مروان محسن يبقى راس حربه يحولها ل 4-1-3-2 وبعد كده يحول احمد فتحي ويرجع حسين الشحات باك يمين. دي تغييرات كلها مهاجم بياخد الريسك. مدرب النادي الاهلي الراجل ده بدا تدريجيا يكتسب يعني بيتطور. اه صحيح في الاول لما كان جه كان لسه، دلوقتي بيتطور تدريجيا حتى في التغييرات. بدا ياخد ان انا خلاص بغامر، بدفع بطلع ارتكاز، بنزل مهاجم تاني، بطلع احمد فتحي وحاول حسين الشحات باك يمين. تغييراته النهارده بصراحه حتى لو لا قدر الله ما كناش يعني كان المباراه خلصت التعادل كان الراجل عمل اللي عليه، باستثناء بس ان هو اتاخر شويه في تغيير الجيرالدو. للامانه بقى نيجي لحاجه تانية. انا هنا كنت مع حضرتك من حلقتين وقلت ايه، نصبر على جيرالدو يا جماعه. جيرالدو واحد من اهم الصفقات اللي النادي الاهلي عملها. لك حضرتك ان تتخيل ان جيرالدو بقى تاني اكتر لاعب في النادي الاهلي مساهم في اهداف على مدار الموسم وهو جاي في يناير بعد علي معلول. علي معلول مسجل كام جون؟ 6 اهداف وصنع 7. جيرالدو النهارده ده الهدف الكام؟ ده الهدف الثالث. وعنده كام اسيست؟ 6. يبقى 3 و6، يبقى جيرالدو هو قدامنا على الشاشه. جيرالدو لعب 15 مباراة جاب أحرز 3 أهداف وصنع 6، يعني مساهم في 9 أهداف. تاني أعلى لاعب في النادي الأهلي مساهم في أهداف هذا الموسم رغم كم الانتقادات في الفترة الأخيرة. فجيرالدو يستحق التحية بكل مباراة بينزل. للأمانة تغييرة بتبقى بتقلب الماتش. لعيب تقيل بينزل عنده حتة المراوغة، بيدخل للعمق. اللعيب اللي بيلعب عليه الظهير ما بيبقاش عارف إذا كان هيدخل لجوه للعمق ولا هيطلع لبره. لعيب مهاري، لعيب تقيل، ورقة رابحة مهمة جدا. وجيرالدو بصراحة في المباراة ديت ومباراة النجوم حتى لما نزل وعمل الأسيست ده الراجل يعني يستحق التحية. جيرالدو للأمانة واحد من نجوم المباراة. ما ننساش مروان محسن. مروان محسن بصراحة بشوفه حتى مع منتخب مصر. مروان محسن ده لاعب ممكن الناس تستغرب من كلامي، أنا شايف إن مروان يعني المدرب وأنا قاعد بره أغير التكتيك بتاعي عشان مروان محسن. ده حاجة مهمة جدا. لو شفنا مباراة توتنهام في قدام أياكس لما نزل لورينتي عمل إيه الراجل مدرب توتنهام؟ راح لما كانوا خسرانين 2-0 حب ان هو يلعب على التمرير الطولي في الشوط الثاني، دفع بمهاجم مميز بالالتحامات الهوائيه ودفع باليورينتي. ده نفس الكلام مع مروان محسن. مروان محسن من النوعيه دي اللي هو مهاجم صندوق محطه مميز بالفوز بالالتحامات الهوائيه. يمكن مروان نزل كسب 3 التحامات هوائيه، نزل هو حتى في كره الجون فاز بالالتحامات فيها. يعني مروان من الناس اللي هي بتنزل تقاتل. يمكن هو كان اخد ان هو بينزل يرجع شويه يدافع وازار هو اللي قدام. فده مروان بصراحه من اللعيبه اللي تغير تكتيك. لو انت بتلعب بتمرير قصير لا المدرب ممكن لعيب زي مروان ده ممكن تكون تغييره نموذجيه وده فعلا اللي حصل. مروان لما بينزل الشوط الثاني بتعتمد على التمرير الطولي بتلاقي مهاجم يكسب الالتحام. اذا مروان بصراحه برده من الناس اللي تستحق التحيه في المباراه دي. رمضان صبحي ارقامه برده معانا. يمكن هو اكتر لاعب كالعاده عامل مراوغات ناجحه، عامل 5 مراوغات ناجحه. المحاولات على المرمى دايما كنا بنقول رمضان ما بيروحش على الجون، بدا في الفتره الاخيره يروح على الجون. عامل 2 من 3 جات له كذا كوره محتاج تطور الفينش، 2 من 3 صحيح. رمضان صنع فرصه. اكتر لاعب حصل على اخطاء 6 وتفوق على احمد صبحي. يمكن احمد صبحي اخذ الانذار بعد الفاول السادس على رمضان صبحي. رمضان صبحي عامل 25 تمريره صحيحه و4 خاطئه، عامل 6 تمريرات طوليه بنسبه دقه 50%، قطع كوره 4 مرات. رمضان صبحي واحد من نجوم المباراه. يمكن طبعا ما ننساش ايمن اشرف النهارده اكتر لاعب قطعا لكرات، عمل جيم دفاعي هايل، لعيب عمل كذا تغطيه مؤثره بشكل كويس جدا. ويمكن هو منع هدف في كوره اللي هي الشناوي طلع فيها وراح هو منع فيها هدف. ده برضو ايمن اشرف يستحق من اعلى التقييم. قطع الكوره 25 مره اكتر لاعب، واكتر لاعب فاز بالتحامات فاز ب8 التحامات. ايمن اشرف من نجوم المباراه النهارده. محمد الشناوي الكلين شيت رقم 11، اكتر حارس في الدوري بيعمل كلين شيت رقم 11 ليه في الدوري، ورقم 17 للنادي الاهلي بشكل عام في الدوري. يعني رقم 17 للنادي الاهلي بشكل عام ورقم 11 لمحمد الشناوي. ياسر ابراهيم برده عمل مباراه كويسه. علي معلول كالعاده اكتر لاعب عامل عرضيات في المباراه، عامل 11 عرضيه منهم 3 صحيح، صنع منهم فرصتين. علي معلول كمان راح 2 محاولات على الجون كالعاده. في التمرير الطولي اكتر لاعب عامل تمرير طولي زي ما قلنا قبل كده. اللعيبه اللي بتبني الهجمه من الخلف، اللعيبه اللي انت تثق فيهم، اللعيبه اللي تدور تديهم التمريره دايما. اي لعيب بيتزنق في الملعب يبازي المعلول او لصالح جمعه تحديدا. احمد فتحي عمل مباراه خاصه على المستوى الهجومي جيده جدا، اكتر لاعب صنع فرص، صنع 3 فرص، عمل 3 محاولات على المرمى. تخيل لما باك يمين يعمل 3 محاولات على المرمى وصنع 3 فرص. احمد فتحي عمل جيم وتفوق على ديريك نسامبي.
يعني بصراحة كل كورة واضح ان فرق التحام بدني رهيب ما بين احمد فتحي وديريك نسامبي، وده هينفع في منتخب مصر لان منتخب اوغندا معانا في المجموعة في كأس الأمم الأفريقية، وديريك نسامبي من اوغندا مهاجم منتخب اوغندا. نيجي بعد كده لحمدي فتحي، حمدي فتحي يمكن برضو عمل مباراة جيدة حتى حاول يتقدم بأكتر من كورة، الراجل سحبه مش عشان هو وحش، لا سحبه عشان يغير ويزود الكثافة الهجومية قدام لما يحاول طريقة لعبه من 4-2-3-1 ل4-1-3-2 ويلعب باثنين راس حربة. عمرو السولية عمل مباراة كبيرة جدا، قطع الكورة 18 مرة وليه أكتر من يعني تاني أكتر لاعب عامل مراوغات ناجحة بعد رمضان، عامل 4 مراوغات ناجحة. عمرو السولية صنع فرصتين برضو من الأرقام المميزة لعمرو السولية. صالح جمعة النهاردة أقل شوية، يمكن الراجل طلعه كان عليه رقابة قوية، كابتن حسام حسن كان مضايق المساحات بشكل كبير جدا، كان بيلعب بثلاثة ارتكاز، إبراهيم عبد القوي بيلعب مان على صالح جمعة، فصالح جمعة نوعا ما يمكن الناس استغربت شوية من تغيير صالح، يمكن هو الراجل بالارقام ما صنعش ولا فرصه، صالح جمعه ما عملش ولا محاوله، اقل شويه من المباراه اللي فاتت، فعشان كده الراجل خرجه تمام ودفع بوليد سليمان. طبعا من يستحق ان يكون نجم المباراه في هذه المباراه لاسارتي، لاسارتي هو نجما لهذه المباراه بتغييراته وبناء على الارقام اللي حضرتك قلتها، لاسارتي ويلي جرالدو بقى طبعا ينزل يغير المباراه، لكن لاسارتي من وجهه نظري تغييراته يستحق يكون رجل المباراه. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في الفتره القادمه. شكرا جزيلا يا دكتور احمد. شكرا شكرا وبالتوفيق دايما للنادي الاهلي، وان شاء الله الدوري قرب باذن الله يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا للدكتور احمد ثابت. هطلع فاصل وبعد الفاصل كابتن سمير عثمان، عندنا خناقه النهارده ولا ما نشوف عندنا ايه، نطلع نشوف او نطلع فاصل وبعد الفاصل كابتن سمير عثمان.